بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. برحب بكل السادة مشاهدينا في كل مكان. ووصفات النهاردة وحلقة النهاردة هي من الوجبات والحلقات السريعة اللي احنا بنشتغل فيها، يعني حاجات ما بتاخدش وقت ولا تسبيكات على النار ولا أي حاجة من ديت، أكلات خفيفة كده وبسيطة، وهتبقى فيها برضو فراخ، هتبقى فيها حاجات كتير جدا إن شاء الله النهاردة. حوالي 4 5 وصفات كده نعملهم مع بعض حسب ما الوقت بيقضي، وهو الموضوع كله اللي هي وصفات سريعة اللي هي ما تاخدش معاكي وقت. حتى احنا اتكلمنا كنت مع الاعداد بنتكلم اللي احنا لازم نعمل كل اسبوع وصفات من دي. في ستات ساعات بتقوم مثلا بتروح شغلها وتيجي تعبت بقى من حوار التحضير بعد ما تيجي من الشغل وتعمل اكل عشان تسخنه بعد ما تيجي، فالموضوع بيبقى صراحه صعب عليهم جدا. تمام، فخلينا نعمل عندنا الوجبات السريعه النهارده اللي احنا ان شاء الله هنبدا نشتغل فيها، عشان كانت في خناقه كده قايمه على السوشيال ميديا من شويه، وهخلص ونخش لسه في الموضوع بسبب الموضوع الصحيان بدري وكده. هقول لكم عليها دلوقتي. هستنى طبعا اي اسئله او اي استفسارات على ارقام التليفونات اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، 1710 من اي تليفون محمول، 0909710 من اي رقم ارضي. خلينا ناخد عندنا اول حاجه اللي هي صدور الفراخ بالخضار كله على بعضه، ونحطه في الفرن ورقة زبدة كده يتحط عليها، وبعد كده نقوم حاطين الكلام ده كله مع بعضه وزقنا فين على الفرن. خلينا نشوف الايه الوصفة دي عبارة عن ايه. صدور الفراخ هقطعها مكعبات، وبعد كده هوت عندي بطاطس، بصل، فلفل اخضر رومي، بصل وطماطم. عندي بعد كده زيت وزعتر وبهارات وبابريكا وتوم شرايح، وعندنا معلقتين اتنين من صلصة الطماطم. اكتبوا المقادير كده واحدة واحدة وان شاء الله هنبدأ ننفذها مع بعض. بسم الله. اول حاجة بجيب عندي صدور الفراخ، كون غسلناها كويس جدا بالليمون شويه الملح، قلت لك معلقه الطحينه ديت مهمه جدا. اقوم واخد عندي صدور الفراخ كده زي ما هي على اثنين، يعني بقسمها كده بشكل طولي، وبعد كده بقوم مقطعها ايه على شكل مكعبات زي اللي قدام حضراتكم كده بالظبط اهي. تمام، ونجيب عندنا صدر تاني برضو. ونقطعهم بالشكل اللي حضراتكم كده ايه شايفينه. تمام، ده بالنسبه للصدور الفراخ اللي احنا قطعناها مكعبات صغيره. طيب بعد كده اهوت بنبدا نعمل لها عندنا مجموعه الخضروات بتاعتنا. جيب عندي البايركس بتاعنا، نقوم حاطين فيه صدور الفراخ المكعبات بتاعتنا بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، ونروح واخدين عندنا البصل، بصلتين اتنين، سهلة وبسيطة وسريعة النهاردة كل الوصفات عندنا كده. هقطعها عندي مكعبات، وبعد ما قطعتها عندنا مكعبات بنقوم واخدينها وحطينا فين جنب اختها كده فين على الفراخ بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. بعد كده بنقوم جايبين عندنا طماطم، وبرده نفس الكلام اقطعها عندي مكعبات بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينها. مثلا الساكن فينا ممكن نقوم حطينا جنب اختها كده فين البصل. بصي حاجة سهلة قوي، الفلفل الأخضر لما تيجي تشيليه، أو بصي الفكرة بتبقى سهلة قوي، يعني لما تيجي تشيل البذر ما تفتحوش وتبوظيه، بصي بتضغطي هنا هنا من النص، شايفة؟ أهو، بعد كده بتقومي شايلة، بصي تطلع سهلة جدا، فاهمة إزاي؟ تعالى نعملها في التانية برضو. بصي بتمسكيها كده زي ما هي كده من عند الراس ديت، بتقومي ضاغطة لجوه وبعد كده تقومي شايلة دي،
من غير ايه ما تفضلي تبوظيها عشان ما تفقديش الميه بتاعتها والحاجه اللي جواها. نقوم واخدين عندنا الفلفل الالوان الاخضر الرومي نقطعه عندنا مكعبات. استاذ عبد الرؤوف ازاي حضرتك؟ الو يا فندم. ازاي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا استاذ محمد عامل ايه؟ ازيك يا استاذ عبد الرؤوف ازاي حضرتك؟ كله تمام؟ طيب سعادتك. حضرتك طيب يا فندم؟ حضرتك طيب بالصحة والسلامة. الله يخليك يا فندم. استاذنك يا استاذ محمد ان انا كنت عايزين نسال على البط والبرتقال. من عينيا الاثنين، هعمله لك مخصوص يا فندم. الله يخليك يا استاذ محمد. عينيا انا بحب حضرتك قوي. احبك الله يا فندم، ربنا يكرمك، تسلم. الله يخليك. الله يخليك يا فندم، اشكرك يا فندم. عينيا الاثنين. اوعدك ان شاء الله هنحطه في السكريبت وهعمله لك حلقه مخصوصه عشان عندنا طريقه جديده كده له للبط بالبرتقال هيعجبكم قوي بجد. تمام، شكرا يا استاذ عبد الرؤوف لاتصال حضرتك. هنا البطاطس بعد ما قطعناه، بص كله ايه؟ كله مكعبات. ونقوم واخدين البطاطس ديت ونروح فايحين فين؟ جنب الخضار بالشكل اللي حضراتكم كده شايفين. يبقى بنشتغل في محمد، بنشتغل في الوصفات السريعه اللي ما بتاخدش معانا وقت وفي الاخر برضو بتطلع طعمها حلو جدا وبالمناسبه صحيه جدا. حط ايه طماطمتين اتنين كده عليهم كده تمام التمام. طيب نبدا نعمل ايه بقى؟ بقوم جايب عندي ميه. ركزي بقى ايه في شويه في الصوص اللي احنا هنبدا نشتغل بيه دلوقتي. اجيب عندي كازارول او بوله كده تكون صغيره زي ديت عشان هنبدا ان شاء الله اللي احنا نعمل عندنا التتبيله نفسها بتاعه الفراخ. بس ناخد مدام منى الاول. السلام عليكم يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ محمد؟ ازاي حضرتك يا فندم، عامله ايه؟ انا بجد بنحبك جدا، ربنا يبارك لك على اللي انت بتعمله ده. يا ستي ربنا يكرمك، ده كلك ذوق. يا رب دايما تبقى بخير كده وحاجاتك كلها جميله واحنا بنتعلم منك حاجات كتير بجد. ربنا يكرمك يا ست الكل بخير، طول ما انتم بخير والله. ماشي، انا بنوتي بقى عايزه اتكلم حضرتك، يعني بنات الاثنين بيعشقوك. ما شاء الله، اسمهم ايه؟ وعد وعهد. يا ما شاء الله، ايه الاسامي الجميله دي؟ يا وعد. وعد عندها 8 سنين وعد عندها 5 سنين. ما شاء الله، سلمين عليهم كتير. ماشي، خد وعد مع حضرتك اهي. يلا بينا، يا وعد ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. قولي لي بقى أنت عندك كام سنة؟ عندي كام سنة؟ أهو. 8. بتخشي المطبخ مع ماما ولا لأ؟ أيوه بخش معاها. وبتتفرجي على برنامج المطعم؟ خد عهد. ماشي، اديني عهد. يا عهد. ألو؟ ازيك يا عهد؟ الحمد لله. ازيك يا حبيبة عمو، عاملة ايه؟ الحمد لله كله تمام. يا رب يخليكي لبابا وماما ويشوفوكي أحسن واحدة في الدنيا. أنا بحبك قوي. وأنا بحبك كتير جدا. شكرا يا عهد، ربنا يخليهم لك يا فندم ويبارك فيهم. هنا بقى خلينا نشوف عندنا، طبعا هو فيه هنا توم شرايح بيتحط كده على الفراخ كده ايه من فوق، ماشي كده. تعالوا بقى نركز في التتبيلة ديت. بحط عندي معلقتين اتنين من صلصة الطماطم، ونقوم حاطين عندنا شوية من الزعتر، زعتر ناشف، شوية من البهارات، شوية بابريكا صغيرين. بعد كده بقوم حاط عندي ربع كوباية من زيت الذرة، الملح المظبوط بتاعنا. وبعد كده بقوم حاط عندي معلقة كبيرة من الفلفل الاسمر، ماشي كده. واقلب واقوم حاطط عليهم الميه بتاعتها بالشكل ده، حوالي ايه كوبايه ميه ولا حاجه. واقلب واقلب عشان تطلع لي الحاجه التتبيله بالشكل اللي حضراتكم كده شايفين. نقوم واخدين الكلام ده كله ورايحين فين؟ عندي هنا على الفراخ بالشكل ده، سهلة بقول لك وسريعة جدا جدا ومش بتاخد وقت. اقوم جايب عندي بس لابس جلافز عندي عشان هنبدأ اللي احنا نقلبهم
مع بعضهم بالشكل ده. بصي بقى كله مع بعضه يا مدام نهى. ازاي حضرتك يا شيف محمد؟ ازيك يا فندم، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. قبل اي حاجه انا بشكر حضرتك على الاكلات والحضرتك اللي بتعملها. ربنا يخليك يا فندم، جميله جدا جدا بصراحه. شكرك شكرك يا فندم، كلك ذوق والله. الله يخليك، ربنا يخليك. حتى انا ابني اسمه محمد ما شاء الله، بيمتحن هو ثانيه جامعه كمبيوتر ساينس. اه ربنا يعينك. لما بجيبه الله يخليك، لما بتفرج على حضرتك بيبقى قاعد معايا وبيقعد يتفرج ويقول لي شوف يا ماما شيف محمد بيعمل ايه عشان نعمل الحاجات اللي حضرتك بتعملها. ما شاء الله، ربنا يخليه لك ويبارك فيه. ربنا يخليك. الله يخليك يا حضرتك. الله يخليك يا فندم، الله يخليك. انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال كده. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. انا جبت امبارح العجانه. ايوه. فكنت عايز اسال حضرتك اتاكد الحله اللي هي 5.5 لتر. حلو قوي. فهل بيتحط في 1300 واط؟ ده جميل. فكنت سمعت حضرتك قبل كده حك قلت يعني احط نص كيلو، ما ينفعش احطه اكتر من كده عشان خاطر الترسه اللي جوه ما تبصش. اه كيلو الا ربع. حلو قوي. كيلو الا ربع. كيلو الا ربع. لما جبتها اللي باعها لي بيقول لي ممكن تحط كيلو ونص. لا بصي 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 اقول لك على حاجه. انا تمام. انا بحكم خبرتي في موضوع العجانات اللي موجوده في مصر كلها استخدمتها بفضل الله، وبره مصر يعني اشتغلت في الامريكي واشتغلت في البلجيكي، اشتغلت في كل انواع العجانات كلها. الفكره اللي انا بقول لك نطول في عمرها. هو هيقول لك مفيش مشكله، وعلى فكره اللي انت معاك اللي انت معاكي ديت هتشيل كيلو ونص على فكره، مفيش مشكله، ولكن انا بضمن لك عمر اطول للعجان. هي دي الفكره. فانت حطي المضرب الهلب الخطاف واشتغلي في كيلو الا ربع، هتطلع الحاجه هتطلع معاكي مظبوطه وهتحافظي على عمر العجان افضل. فاهمه ازاي؟ شكرا لحضرتك جدا. ورق زبده بنجيبه بالشكل اللي حضرتك كده، نقطعه ونفرمشه كده بايديا. وهم عامله فيه حلو قوي. تسلم ايديك يا ام كريم، الله يبارك لك يا رب. شويه ميه صغيرين عليها ورق الزبده نفسه، تمام. وبعد كده بنقوم واخدينه كده ونقوم رايحين فين؟ عندي على الباشا ده. بص الجمال، بص الحلاوه. طبعا نضفت البايركس تماما عشان ما يحصلش اي مشكله خالص والحاجه تتحرق جواه. شويه رز جنبه يا باشا، رز ابيض، رز بالشعريه، رز حبه وحبه، جنب الكلام ده كله يطلع حكايه. ناخد الكلام ده كده ونروح فين؟ عندي على الفرن. يا عم انت مش هتغطي ولا الهواء، حطيت ميه خلاص وحطيت الدنيا تمام. شويه بس ايه قبل ما يطلع اشيل عندي ورق الزبده عشان يتحمر من فوق. ادي البايركس بتاعنا. عشان كده بقولك لازم تتاكدي النظافه بتاعته عشان ما فيش حاجه تتحرق خالص من الفرن ويطلع شكله حلو. طيب ورق الزبده لازمتها ايه؟ ساعات واحنا بنحط البايركسات ديت بتقعد تبقلل، بتعمل حاجات بقليل كده كتير وبتاع، فبتفور حوالين البايركس فبيطلع لونه اسود من الجنب. دي هتشوفيها دلوقتي هتطلع عامله ازاي. طيب خلينا نشوف عندنا الساندوتش اللي احنا هنبدا نشتغل فيه، اللي هو التوست اللي هنبدا نحطه في الساندوتش ميكر اللي قدام حضرتك ده اهو. مكنه الوافل سهله جدا، مسخنينها ومظبطينها، فهسه ناخد فاصل بسيط ونرجع وهقول لك هنشتغل بيه ازاي. تلميعة زيت كده بسيطة، تحافظي بقى على المكان اللي عندك ده لو عندك مكنة وافل ولا حاجة من الغسل. يا جماعة ما بيتغسلش بسلك خالص أرجوكم، يعني دي طبقة تيفال بتتحط عليها، وطبعا على حسب الجودة بتاعت طبعا برضو المكنة اللي انت جايباها، ولكن لازم تحافظ عليها كويس قوي، اللي هي بسبونشة بس كده بتلمعيها وبعد كده بتقوم مرجعها تاني وشاطفة كده تحت المية الفترة بس، لكن لو تحطيش لسلك ولا اي حاجه من ديت لازم تسخن الاول. وبعد ما تسخن قلت لك طبقه الزيت اللي انا بحطها ديت بتبقى زي العزل بالظبط، ما تحطيش زيت وما تدهنيش زيت اي مكان عندي غير لما تسخن الاول. فاهمه ازاي؟ بيعمل العازل بيبقى اكتر ويبقى مظبوط جدا. ايه اللي بيحصل هنا بقى؟ بنبدا ان احنا نجيب عندنا التوست بتاعنا. تمام يا شباب شكرا.
بنجيب عندنا قوالب التوست بتاعتنا بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، وادي الثوم اللي احنا كنا عاملينه. بصي حاجه بقى ايه، حاجه وهميه بصراحه يعني. بصي الجمال عامل ازاي، مربي الثوم، واتفرج على الزيت كمان اللي طالع من الثوم ده عامل ازاي. طريقه جديده وحلوه لتخزين الثوم عملناها مع بعض بشكل حلو قوي، وقلت لك يفضل معاكي شهرين وثلاث شهور ما يحصلوش اي حاجه. بجيب عندي التوست بتاعنا، حطه بالشكل ده، واقوم جايب عندي شويه زيت بقى من اللي ريحتهم توم دول. بصي نقوم حاطينهم فين، بس حاجات بسيطه كده على التوست نفسه من هنا اهو. الله على الروايح، الله على روايح زيت الزيتون بالتوم، حاجه جميله قوي. طيب نبدا نعمل ايه بقى، اقوم واخد عندي ميكس جبن حاطينهم هنا، وبلاش اجي على الحروف قوي، فاهمه ازاي، عشان ما تسحش بس من الجنب وتنزل على المكنه وتلزق وبتاع والجو ده. استاذ احمد ازاي حضرتك؟ حبيبي استاذ محمد، اخبار حضرتك؟ ازيك يا غالي، عامل ايه، كله تمام؟ تمام والله، كله تمام الحمد لله. صباح الفل عليك، صباح العسل مشاهدينا وعلى البرنامج الجميل اللي احنا بنتمتع. صباح الرضا، صباح الرضا يا فندم. حبيبي العيال كانوا بيتابعوا معاك الوصفه اللي كنت حضرتك بتعملها دلوقتي. ايوه هم متابعين خطوه بخطوه. ايوه بس جم عند التتبيله اللي حضرتك حطيتها فوق ال ايوه الفراخ، المكعبات الفراخ وكده، ما عرفوش يكتبوها. حاضر يا فندم، فقالوا لي عايزين نعرفها بالله عليك عشان هم النهارده عايزين يعملوها. حاضر يا استاذ، وياكلوها وهم بيشجعوا المنتخب بتاعنا النهارده. بالتوفيق يا رب، بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله ان شاء الله. يا رب يا رب يا شيخ محمد. شكرا يا فندم، ربنا يخليك يا احمد. توفيق ان شاء الله طبعا للمنتخبين المحترمين، منتخب المغرب وهارد لك طبعا. منتخب تونس امبارح لعب مباراه قويه والله من وجهه نظري بصراحه، يعني هما في طبعا في انتقادات وبتاع، ما لعبوش زي قدام نيجيريا، لكن والله هما لعبوا امبارح، لكن هو دي الظروف الحمد لله يعني، وقدر الله ما شاء فعل. تمنيتنا طبعا النهارده تطلع مباراه قويه وللمنتخب المصري. بص يا استاذ احمد، احنا التتبيله عملناها ازاي؟ حطينا معلقتين اتنين صلصه، شويه زعتر ناشفين، شويه بابريكا، وشويه ملح، وشويه فلفل، وبعد كده حطينا شويه من البهارات، وبعد كده نص كوبايه من زيت الذره، وقلبناهم كويس جدا مع بعض مع كوبايه ونص من الميه الدافيه، وقلبتهم وخدتهم وحطيتهم على الفراخ عندي، وبعد كده دخلتها عندي الفرن. بس الموضوع سهل. هنا بقى الطماطم، واضغط عليها كده بالشكل ده اهو، طماطم شرايح. النهارده وصفات سريعه زي ما اتفقنا ان شاء الله، وعدكم كل اسبوع هعمل لكم وصفات تكون سريعه ومش بتاخد وقت. زيتون تمام. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سياده النقيب؟ حبيبي اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ عامل ايه يا قمر؟ حبيبي الله يكرمك، اخبارك ايه، كله تمام؟ ايه الجمال ده؟ والله ده جمالك وانت منورنا. انت بتلبس جوانت ليه؟ نقلع. انت نقلع لا بس اقول لك على حاجه، من غير جوانت يعني نظفت الدنيا كلها. حبيبي ربنا يكرمك، بس عشان التتبيلات والحاجات اللي احنا بنخش فيها فبنحاول نحافظ بس. حبيبي يا غالي ربنا يكرمك. انا بس بصبح عليك وبقول لك الله ينور. صباح الفل. وبقول لاختي ام وائل الكبيره الف سلام عليكي. الف مليون سلامه. واختي الكبيره ام احمد لطفي بالله برضه الف سلام عليكي. ربنا يشفيها. ومحمد ابن الصغير بقى عايز يكلمك يسالك على حاجه. طبعا يا محمد. يا محمد. الف سلام عليكم. عليكم السلام، ازيك عامل ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله كله تمام. يا محمد شكرا يا محمد، معلش يا محمد اتصل بينا تاني. شكرا يا سياده النقيب، ربنا يخليه لك ويبارك فيه يا رب. هنا بضغط بقى ضغطه كده حلوه عليها، يعني بجيب شريحه تانيه وبنضغط الضغطه ديت على الفطار ده، حكايه ها.
طب لو مفيش ساندوتش ميكر ده ممكن احنا نعمله على طاسه عادي او على جريل، الموضوع سهل يعني كده اهو. لازم الضغطه ديت زي ما قدام حضراتكم كده اشتغلنا بيها. بعد كده بقوم واخد عندي حاجه بسيطه جدا من زيت الزيتون اللي هو بالثوم ده. بص انا بقى ايه، انا باخد حاجات بسيطه جدا لا تذكر اهي، وبنعملها بالشكل ده. نقوم واخدين الكلام ده كله حاطين واحد هنا والتاني هنا، ونقفل لحد يا باشا ما يتحمص ويظبط معايا الاداء. ماشي كده؟ يبقى هو طيب. لو مفيش احنا ممكن نعملها على جريل عادي جدا يعني. خلينا نديكوا اوبشن تاني. تعالى ناخد الطاسه ديت طاسه عاديه جدا، نحط فيها برده شويه زيت صغيرين، وبعد كده حضرتك نقوم حاطين فيها التوست بتاعنا يتحمص من الجنبين، وبعد كده نطلعه شويه صغيرين جدا اهو. طبعا لو عندك الجريلا اللي هي المضلعه برده تديكي شغل عالي جدا جدا وتعمل لك شغل محترم قوي. يا مدام فايزه. ايوه. ازاي حضرتك يا فندم؟ الله يسلمك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. والنبي من فضلك انا عايز اسال محمد حامد على كيكه جوز الهند. ما لحقتش اخد بقيه مقاديرها. عين عينيا. عايزه ضروري عشان عندي خطبه بنت. الف مبروك. انا معاكي محمد حامد على الهواء. الله يبارك فيك. الله يخليك. الله يبارك فيك. بارك الله فيها ان شاء الله وربنا يكرمك فيها. الله يخليك. ان شاء الله يا فندم. بس مقدار السكر حتى في سكر للشربات وسكر للكيكه، فهم ما حطوه ما فصلوش. يلا يلا هنزلك المقادير دلوقتي كلها ان شاء الله، مقادير كيكه جوز الهند. حاضر. شكرا لحضرتك جدا. بصي واخده ايه؟ واخده التجزيعه بتاعت الوافل نفسه اهي. شايفه؟ وبدات الجبنه تسيح جواها. بس نسيبها شويه كمان. تعالوا بقى نشوف عندنا هنعمل ايه دلوقتي في الفراخ بتاعتنا اللي هنبدا نشتغل فيها. الوصفه تتعمل كده ببطاطس حلوه جدا. بطاطس اهي بجيبها بسلقها، جبنه شيدر، شويه كريمه طهي، وشويه بابريكا، وشويه زعتر، وشويه ملح، بنهرسها وبنبدا نكورها كويرات صغيره ونحطها عندنا في بايركس عندي او في طبق تقديم، وبعد كده بنحط لها من جوه الفراخ او صدور الفراخ اللي احنا نبدا نشوحها مع المشروم. طيب حد يقول لي البطاطس شيف تتقطع مكعبات وهي بتتسلق؟ لا، الافضل للبطاطس يا جماعه للسلق عشان نستفيد منها ومن التسميغه بتاعتها بالقشر بتاعتها. تغسليها كويس جدا بفرشة خضروات، وبعد كده تحطها في الميه السخنه تقشريها عشان نستفاد بالنشا اللي جوه موجوده فيها عشان تسمغ معايا الحاجه اللي بشتغل بيها. احط عندي حتى هتلاقي الميه طالعه بيضه، مش هتلاقيها طالعه لونها غامق. اجيب الهراس بتاعنا ونقوم هرسين الكلام ده كله مع بعضه. بسم الله. تمام. سهلة جدا صح؟ نقوم حاطين عندنا شوية جبنة شيدر مبشورين، حشو نفسه، شوية من كريمة الطهي تعلي الطعم بتاعها قوي تظبطه، شوية من الزعتر، شوية بابريكا صغيرين، وبعد كده عندنا شوية من الملح. يلا هقلب. نور أداء مش عاجبنا يا أستاذ جيمي. ها؟ أنا هقول لأبوك. أيوه 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 هو ده هو ده بالظبط كده. شكرا يا باشا.
يلا نشيل واحدة واحدة كده اهو اهو اهو. بص يا باشا القرمشة عاملة ازاي، اوعى الوافل. بسم الله الرحمن الرحيم. بص ده عامل ازاي، انا ماشي مش طبيعيه والله. بص يا خال جبنه ايه سايحه كده جوه، ماشي كده تمام، كده تمام التمام. ناخد عندنا الباقي برضو اهو بالشكل ده حضرتك كده شايفينه، التانيين اهم، ونبدا اللي احنا ايه كده بالراحه خالص، ونقفل عشان نظبط معاه بعض الاداء ده. هنا البطاطس نرجع لها تاني. استاذه اميره ازاي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك عامله ايه؟ محمد الحمد لله ربنا يخليكي. عملنا كنا عاملين طريقه الكريب كانت جميله قوي. الله بالهنا والشفا. عملتوه بايه بقى، حلو حلو ولا حادق؟ لا حادق. ما شاء الله بالهنا والشفا. الله يخليك يا شيخ محمد. الف هنا الف هنا، تتهنوا بيه ان شاء الله. ومتشكر في اكلك كله. سلمينا عليهم كتير. الو طيب حاولوا تستمينا تاني يا استاذه اميره. هنا البطاطس خلاص، بص بقى خلاص اهيت بعد ما هرسناها بقت بالشكل اللي حضراتكم كده ايه شايفينه. هجيب عندي البايركس بتاعنا. هدهن شوية زيت عليها كده ونظبطها، ونروح نشوف الفراخ يا عم جيمي اللي موجودة عندي في الفرن أخبارها إيه، وليه حطينا زي ما اتفقنا ورقة الزبدة بالشكل اللي أنتوا شايفينه ده. ريحة حلوة قوي بأمانة، ريحة ذكية. الفكرة ما بتبقللش ولا حاجة، سايبينها زي ما هي. أفتح ده وأخش هنا. بص أهي لسه يا باشا بقى إيه، سيبها كمان تستوي اكتر كمان، وبعد كده نبدا ان احنا نشيل ورقه الزبده لحد الجزء اللي فوق ما يتحمر معايا. طيب مش هشتغل في حاجه لما نطلع فاصل، فاصل ونرجع تاني نكمل ان شاء الله. ورجعنا تاني بعد الفاصل. نعمل ايه بقى دلوقتي، بناخد عندنا البطاطس وببدا ان انا ايه كده بايديا بفرغها كده من النص، ونقوم حاطينها في البايركس اللي احنا دهنينه زبده او زيت. عشان هعمل ايه بقى، هنحط الحشو بتاعنا ده فين، في النص هنا. طيب على طيب يعني نمشي بنظام، فنخلينا هنا الاول عشان اعلق عندي على الحشو بتاعتها، وبعد كده نرجع للبطاطس تاني. حط شويه زيت زيتون اللي احنا حاطين فيه الثوم الجميل ده، ونقوم نازلين عندي بالبصل، بصل مفروم. طلع عليك واقلب عندنا البصل ده على النار، واكون عندي جايب عندي شويه من صدور الفراخ بتاعتنا اللي احنا يعني صينيه اتنين مقطعهم مكعبات صغيره. الناس اللي لسه متابعانا ولسه فاتحه دلوقتي، بنشتغل عندنا في الوصفات السريعه اللي ما بتاخدش وقت، وصفات سريعه مش بتاخد وقت. تعالى يا جيمي هنا نفتح الفرن، ونقوم شايلين عندنا ورقه الزبده اللي احنا بلينها ميه، فاهمه ازاي؟ نقول لها كده شكرا اهو، نقوم شايلين بالراحة خالص، ونخلي عندنا الفراخ بقى ديت تاخد عندنا لون ما اتحرقتش ولا حاجة هي، عشان احنا بلينها بالمية. اقلب عندنا الفراخ مع البصل، هو
وبالنسبه للبطاطس بنراجع احنا عملنا ايه. حطينا كريمه طهي عندنا حوالي ربع كوبايه، حطينا بطاطس مسلوقه، شويه ملح وبابريكا وشويه زعتر، شويه فلفل، وشويه جبنه شيدر مبشورين في قلب البطاطس نفسها. كل ده يعلي الطعم. ونحط كل اربعه كده جنب بعضهم. وتعالى يا جيمي هنا نبص على التوست بتاعنا، احنا شغالين. بص الله 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 الله، بص الكلام الجامد ده. لا تسخنه تاني ليه بقى؟ انت بتسخن على طول بقى اهو. انت 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 لو عايز تخزن اعمل الساندوتش وحطه في التلاجة، وطلع حط في حط في هنا على طول في المكنة وسخن وكل على طول اهو. لكن كتر الجبنة يا جيمي على فكرة، اي جبنة كده تسيحها وتيجي تشغلها تاني وتسيحها تاني للأسف بتشد منك وتمط، تبقاش حلوة. طيب تعالوا بقى نشوف هنا الحشوة بتاعتنا. البصل الله، شوية مشروم محترمين كده عليها من فوق، وبعد كده نقوم حاطين عندنا شوية من الفلفل الأخضر الرومي، ونديها الملح، وأي رشة ملح أو فلفل بتحطيها لازم ترشيها بالشكل ده عشان ما تقعش في حتة واحدة وممكن تبقى كتل منك وتيجي تاكليها تلاقي حته مملقه وحته ايه مش مظبوطه. فانت اعملي زي ما احنا بنشتغل كده، لازم الرشه، عشان كده بيقولوا رشه ملح رشه فلفل، مش حطه ملح وحطه فلفل، لا رشه. فلازم البهارات والملح والفلفل لازم يترشوا بالايد او بمعلقه، بس يترشوا صح. احنا كده تمام، نسيبها ونرجع لها تاني. ادي البطاطس، سرع ايديا شويه، لقيت ايديكي مش ماشيه معاكي والدنيا معصلجه معاكي شويه، اديها شويه ميه كده بايديكي، بيل ايديكي الاول ميه. عشان ايه الدنيا تبقى ماشيه معاكي حلو. استاذه شيماء. الو. ازيك يا شيماء؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما. مريني يا شيماء. انا لما باجي اعمل المكرونه اللي سباجيتي، ايوه، بتعجن معايا لما باجي احطها في الصلصه. عشان بتسلقها كتير يا شيماء، ما ينفعش المكرونه تتسلق كتير، صح كده؟ انت بتسلقها كتير فلازم بتسلقيها نص سلقه والنص التاني تتحط مع الصلصه وتستوي معاها، ودي غلطة ستات كتير قوي يا شيماء مش انت بس. عشان كده المكرونة بتقلب معاك عجينة على طول. ونوع المكرونة طبعا بيفرق، نوع المكرونة طبعا بيفرق. حطينا قدام حضراتكم اهوت خلاص كده المشروم ما شاء الله، والايه مع الفراخ استوت. حطينا البايركس بتاعنا، نلف ونقوم حاطين الباشا ده هنا. طيب نقوم واخدين عندنا الكلام ده كله، معلقة صلصة طماطم صغيرة قوي عليهم، شوية من البهارات، وبكده يبقى ده تمام جدا. خلي بالك انا مقطع الفراخ مكعبات صغيره فمش هتاخد وقت معايا كتير، وكده كده لسه هتخش الفرن كمان 10 دقايق، فالدنيا كده مظبوطه قوي. تعال نجيب معلقه وناخد عندنا الفراخ كده ونحطها هنا في البطاطس.
بالشكل ده اهو. شويات كده في كل شويه بحط عندي حشوه الفراخ اللي احنا عاملينها بالمشروم والفلفل الاخضر والملح والفلفل والبهارات ومعلقه الصلصه، وكله مقطع مكعبات، سواء المشروم سواء البصل سواء الفراخ كله متقطع مكعبات. حشوه ما شاء الله ايه كله بالظبط اهو، صدرين فراخ اهم عملوا بايركس ما شاء الله يخف اسره خمس افراد. يا سلام، بس انا حطيت الكريمه خلاص البطاطس، ما احنا حطينا الكريمه في البطاطس فهي كفايه كده كريمات قوي. طيب نعمل ايه بقى؟ نعمل حاطين عندنا الجبن من فوق كده بالشكل ده اهو، ونقوم مدخلينها فين؟ على الفرن لحد ما الجبنه دي تسيح، ونبدا ان شاء الله احنا نطلعها مع بعض واوريها لك بعد ما تاخد اللون الجميل. عندنا بقى حلو بقى هنعمله دلوقتي، ما في شويه جبن يا جماعه شباب التانيين، شويه جبن لان انا عطلت جبن اهو، هنا بس ناخد شويه جبن كمان نظبطهم وبعد كده نكمل. ام مهند، الو ازيك يا استاذ محمد؟ ازي حضرتك يا ام مهند؟ الله يسلمك، حضرتك عامل ايه؟ كله تمام زي الفل الله يكرمك. كنت عايزه اعرف بس عامل الزلابيه. الزلابيه عينيا، احنا كنا عاملين حلقه مخصوص عن الزلابيه. فحاضر من عينيا الاثنين، تحت امرك. هنعيدها لك تاني ونزلك مقاديرها. طيب عشان ما هنتاخرش بصراحه، عشان انا خايف اتاخر فالشباب هياخدوا وقت، هياخدوا ويجيبوا الجبن، فعادي ممكن نحطها من غير جبن مفيش اي مشكله خالص. تمام، نقوم مدخلين عندنا الكلام ده كله وحاطينه فين؟ في الفرن لحد نص بيبقى بالجبن والنص التاني يبقى ساده عشان يبقى صحي كده وخفيف. تعالوا بقى نشوف هنا، انا عايز اشوف. بص يا خال، شوف 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 شوف، هو ده الكلام يا باشا، هو ده الكلام اهو. لا هي قلقه مش موجوده، فخلاص هو واحد بس اللي اتقطع. بيزعلوا ان احنا بنفتح هنا. تعالوا بقى ايه نشوف عندنا الحلو هنعمله ازاي. في بولات حلوه قوي اراك مطلعاها، انا بصراحه بحبها جدا. بص يا خال بقى، بولات اصلا بتعمل للشوربه، انا هاخدها اهي دي من راك. بصي هتلاقي حتى علامه راك عليها من هنا، بولات دي جديده عندهم برضو، دي هشتغل فيها الحلو النهارده. جميل، ممتازه اهي، هتلاقي حتى اللوجو بتاع راك على كل واحده. في منها بقى هتلاقي الوان شيك قوي بصراحه زي ما انت حضراتكم كده شايفين، وممكن يتحط ليها طبق كده من تحت تقدم عليها زي كده، فاهمة ازاي؟ وممكن اخدها وهعمل فيها الكيك اللي هنشتغل فيه النهاردة. فبص الاشكال بتاعتها عاملة ازاي اهي. ففي منها دي يا جيمي بالشكل ده تقدم فيها الشوربة، انا بشوف اللي هي شيك جدا وبتتباع فرداني على فكرة اهي من راك، وبتتباع فرداني، او اللي هي المدورة ديت النص دايرة من جوه البولة ديت. فحضراتكم تقدروا تجيبوا اللي انتوا عايزينه من عندهم، وكمان ساعات بيطلعوها هدايا كمان والله مع الاطقم اللي بيطلعوها، يعني مع الاطقم الصيني او البورسلين اللي عندهم بيطلعوا الحاجات ديت هدايا كمان عليها. تقدري تختاري الالوان اللي انت عايزاها وتطلبيها، وهي بتتعمل بيها كيكات كمان، وده اللي هنعمله دلوقتي اللي هي كيكه المج السريعه. كله النهارده سريع في سريعة. عباره عن ايه بقى؟ عباره عن كوبايه ونص من السكر، خمسة عدد بيض، نص كوبايه من زيت الذره، بعد كده عندي كوبايه من اللبن الرايب، 2 كوبايه من الدقيق، 3 ارباع باكو من البيكنج باودر، وعندي نص معلقه صغيره من الكاكاو الخام، عندي رشه ملح، وعندي لون اخضر جل. اكتبوا المقادير بقى يا جماعه، وسيبوا المقادير الايه
نص دقيقة بس عشان في ستات كبيرة بتتفرج علينا وساعات ما بتلحقش تكتب الحاجات دي. لون أحمر. يلا هلا الفوطة يا شباب. يلا نجيب عندي الحلة الجميلة ديت. بص أول خطوة جيني حلة زي اللي انتوا شايفينها ديت، حلة سلامبوش الجميلة بتاعتنا ديت. وبعد كده نقوم واخدين عندنا شوية مية حاطينهم هنا. اصحى بقى للكيكة ديت عشان ايه حوارها كبير قوي وسريع جدا. نقوم مغطيين ربع الايه او اقل من ربع مية بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. المجات جاهزة معانا، هنشتغل في دول في التلاتة دول واسيب دول كده، احنا كنا بنستعرض بس الاشكال بتاعتهم، لكن هنشتغل فين؟ في التلاتة دول. اقوم جايب عندي 5 عدد بيض، فانيليا فانيليا على ما ناخد مدام نجوى معانا. ازاي حضرتك؟ الو صباح الخير يا شيخ محمد. صباح النور يا فندم، ازاي حضرتك؟ الله يخليك، شكرا على الوصفات الحلوه، تعلمنا كثير منك، شكرا. ربنا يخليك يا فندم، ده شرف لينا والله. عندي سؤال، انا عندي سؤال يا شيخ محمد. اتفضلي يا فندم. ممكن عجينه الملفي بدل التوست ولا ما ممكن؟ ممكن عجينه الملفي مكان ايه؟ مكان التوست، يا انا ممكن اعمله مكان التوست اللي انت عملته؟ طبعا طبعا يا فندم، يا سلام ده يطلع حكايه. ايوه والله برافو عليك. يعني كده ايوه خلاص. باللي هو اللي هو الباب باستري اللي هو الشرايح. الباب باستري الشرايح. ايوه برافو عليك، هيطلع حلو قوي على فكره. الله يخليك، اهل السودان بيسلموا عليك كتير. ده السودان دول حبايبنا، اقسم بالله انا بحبهم جدا وليا اصحاب كتير بالسودان اصلا. الله يخليك، ميرسي. تحياتي يا فندم، تحياتي يا فندم، تحياتي ليك ولكل اهل السودان يا فندم. شكرا لحضرتك، مع السلامه. الشعب الجميل، الشعب الطيب، والله بجد الطيب الطيب يعني. تحياتي ليه طبعا وليا اصحاب كتير قوي في السودان قاعدين هناك، شفات بقى وبتاع واصحاب من زمان قوي. تحياتي ليهم وبعد تحياتي لكلهم من صغيرهم لكبيرهم يعني. تعالوا بقى ناخد عندنا هنا الكوبايه ونص سكر. تمام يا جيمي. وبحط عندي شويه فانيليا هنا سايلين، هطلعها حالا دلوقتي. ونقوم قلبين دول مع بعض. طيب بعد كده بنقوم حاطين عندنا نص كوباية من زيت الذرة بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. بالشكل ده تمام؟ قلبناهم. اقوم نازل عندي باللبن الرايب، كوبايه من اللبن الرايب اهو. ضربنا البيض 5 عدد بيض مع كوبايه ونص من السكر مع شوية فانيليا مع نص كوباية من زيت الذرة مع كوباية من اللبن الرايب. جميل الكلام ده؟ حطيناهم كلهم مع بعضهم بالشكل ده. بعد كده بنقوم واخدين عندنا لون أحمر جل قدام حضراتكم اهو. اهو. نقوم حاطينه على الخليط ونضرب. بعد كده بنقوم عاملين ايه بقى؟ نقوم جايبين الباشا ده ونجيب مصفى. بسم الله الرحمن الرحيم. اخد فيها الدقيق، ان كوبايتين 2 من الدقيق، واحط عندي شويه كاكاو صغيرين قوي والبيكنج باودر بالشكل ده. نقوم مقلبينهم. ماشي الكلام كده؟ مقلبينهم مع بعض. وعشان ادخل هواء جوه الكيك افضل وتطلع هشه معايا كده وحلوه، واقوم واخدهم فين؟ على المنخل بتاعنا ده، او مصفى تكون صغيره، الفتحات بتاعتها تكون صغيره. نحط الكوبايتين دقيق وشويه الكاكاو الصغيرين دول
مع البيكنج باودر ثلاث ارباع باكو ونشتغل بالشكل ده اهو. هنحط هنا كده برضو الباقي. ساعات بص بيبقى فيه تخليزه كده اهي من الكاكاو كده بنقوم ايه شايلينها اهي صح كده، شيلها بقى خلاص. فايده النخل ده ان انت بتدخلي هواء جوه الكيك افضل، فالحاجه بتطلع معاكي مظبوطه قوي. اقلب ممكن اديها سنة لون احمر بس يا جيني. يلا هنطلعها حالا دلوقتي. ممكن اديها سنة لون احمر عشان تطلع معايا ايه ريد فيلفت مظبوطة قوي. طبعا هو في حاجات ايه مهما عملنا مش هتعرف نجيبها الا بسباتولا كده، ودي الاداة السحرية اللي عندي في المطبخ اللي انا ما اقدرش استغنى عنها ابدا، لا في سخن ولا في حلو، وخصوصا طبعا الحلو لازم. مفيش اي ست بيت تخلى من عندها الاسباتولا البلاستيك دي، لازم يا جماعه. في حاجات كده ما ينفعش ما تبقاش موجوده في البيت عندي. هو انا بعملها منظره؟ ده دي حاجات بتوفر معاك انت حضرتك، بتوفر معاك عشان لما اجي اشيل اخد العجينه من البوله ما استخدمش ايديا، استخدم دي. فبص بتلمحالي ازاي، بصي بتلم ازاي الجوانب، وفي نفس الوقت لما اجي اعبيها في الكيك بتاعنا ما اسيبش جرام جوه الحله ديت او البوله اللي احنا شغالين بيها. طيب بجيب بقى عندي المعيار، لا ولا معيار ولا حاجه، مش مستاهله يعني. هنشتغل بقى على طول لان البولات اصلا ما شاء الله كبيره. شويه زيت صغيرين بس كده ولمع بيها من جوه. او زبده، زيت او زبده مفيش مشكله، الاتنين يشتغلوا معاك حلوه جدا. ونقوم واخد عادين الكلام ده كله والتلات ارباع بس هوب، وهنا برضو لحد التلات ارباع بس ايوه هوب كده تمام ما شاء الله كله بالظبط. طيب الجوانب ديت يا ريت بمنديل كده وننضفها كويس جدا اهو. لا لا مش فرن بقى، ده هيستوي على بخار ميه. اه يلا انضف يلا يا صاحبي. هنا بقى بص بقى في طريقه التسويه ازاي. ادي الميه السخنه بتاعتنا اللي محطوطه في الحله، جميل الكلام. نقوم رصين دول هنا ورصين دول هنا ورص دي هنا. طيب في بخار بيطلع، البخار ده بيتكون ميه، يعني بعد لو انا قفلت كده تمام البخار اللي جوه ده هيحصل ايه؟ هيتكون ميه. فالسحب الميه ديت اللي صعب دي هتتكون ايه؟ هتعمل ميه فهتنزل على الكيك فهيعجنه، هتعمل مطره جوه الحله. فعشان نمنع المطره جوه الحله ديت بقوم جايب فوطه مطبخ نظيفه زي ديت ونقوم حاطينها بالشكل ده، هي دي اللي هتمتص الايه؟ البخار ده. وبعد كده نقوم قافلين ونحكم كويس قوي القفله كده ونسيبها يا باشا مع نفسها لحد ما تبدا اللي هي تستوي معايا. تاخد قد ايه معايا؟ حوالي نص ساعه او 35 دقيقه ل 40 دقيقه. قبل ما هطلع فاصل، لا ما انا عاملين، بص يا باشا شويه الفراخ، الله الله الله، اسرع بايركس فراخ ممكن تشوفيه، سهل جدا بسيط. بص ما شاء الله الفراخ استوت اهي، شايفه اهي، مع شويه البطاطس، بطاطس استوت طبعا اهي، كله استوى ما شاء الله ماشي الكلام. وهنا نطلع الايه البطاطس اللي احنا عاملينها ونبص الاخبار ايه، اللي هي نصها جبن ونصها ساده. فاصل صغير قد كده ونرجع لكم تاني عشان في كلام لسه هيتقال عن الحلو ده. فاصل ونرجع.
بص احنا بنفتح طبعا عليها، ما تنسوش اللي هي جواها هوا، فهي مش كيكه، مش كيكه، مش الهارد كيك اللي هو مثلا زبده وسكر، اي كيكه فيها زبده وسكر احنا ممكن نفتح عليها عادي، ولكن اي كيكه فيها بيض وسكر بتبقى حريصه عليها، عشان احنا كتمه الهوا ديت احنا بنحتاج عشان ما تهبطش. لا بس حاجه بسيطه نبص عليها ونرجع تاني. بصي اهو شايفه الموضوع ماشي ازاي؟ ماشي الحال زي الفل ما شاء الله، ولا في ميه تتحط عليها من فوق ولا الهوا، ولكن اوضه المطبخ دي مهمه جدا جدا جدا، حطها من فوق ونسيها. على فكره انعم كيكه واطرى كيكه انت ممكن تشوفيها في حياتك حرفيا يعني. بص الكيكه طالعه اصلا عامله ازاي، تعالى افتح واحده قبل يعني، مش مشكله يا جيمي احنا ممكن ايه ناخد كده واحده كده بص، عشان بس اوريك الطراوه بتاعتها من جوه عامله ازاي. بص من جوه عامله ازاي، بص الطراوه بتاعتها دي مستويه يا جماعه، طبعا احنا مسويين اربعه قبل الهواء مش حاطينهم في الفرن، احنا حاطينهم برضو على حمام ميه ومسوينهم بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. بعد ما بتطلع تطلع عندك بالشكل ده، تعالوا نعمل لها عندنا الكريمه بتاعتها اللي تتحط عليها من فوق بقى. كريمه من فوق عباره عن ايه؟ بحط عندي جبنه كريمي، جبنه كريمي ساده، وبقوم حاطط عندي ربع كوبايه كده من السكر البودر، وبعد كده يا جيمي شويه بشر برتقان كده صغيرين، حاجه يعني حاجه لا توصف يعني، مش كتير عشان ما تمررش، ونقلب مع بعض الكلام ده كله واقلبها. طيب اقوم سايبها كده شويه ونرجع لها تاني، بس بعد ما ايه اجيب عندي ترانش كده صغير، واقوم جايب عندي فراوله واقسمها كده على اتنين زي ما حضراتكم كده شايفين اهو. اهو تمام اهو، من العنود بتاعها بنغسلها وننشفها على طول. اوعي تنقع الفراوله في النقعه بتاع الميه، اوعي فيها الياف وهتلاقيها بتمتص الميه بتاعتك وبتضرب على طول، لو قعدتها اكتر من يوم في الثلاجه باظت كل سنه وانت طيبه، فهتخلي بالك. اقوم جايب الفراوله شطفه بسيطه، بننزل الرمله اللي فيها بس، لان ساعات بتبقى من الصحراء صحراويه فبتبقى فيها رمل، فبنقوم ايه شايلين منها الرمل ومنشفينها كويس بمنديل، تطلع عندك بالشكل اللي حضرتك الجميل اللي انت شايفاه ده. وحاولي تجيبي اللي هي الحمراء، ما تجيبيش اللي هي تبقى فيها ابيض ابيض كتير الفراوله، لان اللي بتبقى ابيض ديت بتبقى فيها للاسف بتبقى مش حلوه. بص بقى ادي الكريمه اللباني، دي كريمه لباني، كريمه خفق، اكتر من كده تفصل، هو ده القوام المناسب جدا للكريمه اللباني اهو. نقوم حاطين شويه قشطه كريمه لباني اسف، ونقلب ده بقى حشو، والكريمه من فوق هنقوم حاطينها من فوق، لكن ديت هحشي بيها المج من جوه اهي. بص بتقوم واخداها كده، خلي بالك بص انا قافل الكيس من تحت فمفيش حاجه هتسيل ولا حاجه. بصي الكيس مقفول ازاي، لفه وحاطط الكيس من جوه ضغط عليه بالبلبل عشان لما اجي افتح دي افتحها كده تلاقيها بتنزل لوحدها اهي. نعمل ايه بقى، نيجي في النص هنا جيمي ونضغط ونحقن يا باشا. الله بقى بص لحد بص ما تبص بقى كده، خلاص كده كده تمام. تانية نضغط امال ايه كده كده، ما انا قلت لك تعالى سيبك من شغل الاخراج ده ونفتح محل قلت لك والله قلت لك سيبك من الاخراج تعالى افتح محل حلويات بص بتطلع ازاي.
هاخد بقى الكريمه واقوم زين بيها من فوق، ولو ينفع طبعا كريم شانتيه ينفع طبعا، بس الكريم اللباني طبعا بتودي الحته الموضوع في حته تانيه خالص. نقوم ايه لافين لافين دي كده، ماشي. وبعد كده نقوم واخدين عندنا الفراوله ونلفها على شكل شمس بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. انت لو ما جربتيش الكريم ده هيفوتك كتير قوي المنظر المج ده، ده انت هتاكليه هتلاقي بقى ايه، هتفتحي هتلاقي بتقعد تنزل من الجنب حاجات وكريمات وبتاع، فان شاء الله هتعجبكم جدا. اهو تمام يا جماعه، اهو ان شاء الله احنا كده خلصنا النهارده وصفاتنا السريعه. اتمنى ان شاء الله يعني المحتوى اللي احنا قدمناه النهارده يعجبكم، لان قدمنا المحتوى اللي هو السريع، الوصفات سريعه ما بتاخدش وقت معانا، وسواء صينيه الفراخ اللي احنا عملناها روعه ديت، وان شاء الله ندوقها ونشوف ايه الاخبار، المج اللي احنا عملناه، التوست اللي هو بالجبنه مش هنفتح عشان جيمي ما يزعلش، وعندنا الفراخ اللي احنا عملناها بالجبنه والبطاطس المهروسه. اشوفكم على خير ان شاء الله، يا رب الوصفات النهارده تنول اعجابكم. شوفتوا على خير، السلام عليكم.